حرب ينضم إلينا سيادة العميد نضال زهوي خبير الاستراتيجي من بيروت مباشرة. سيادة العميد، يعني بداية بعد التحية، الولايات المتحدة قامت بتوقيع عقوبات على حزب الله وجماعة الحوثي، برأيك إلى أي مدى تؤثر هذه العقوبات في الموقف الحالي في الشرق الأوسط؟ كل التحية لكم أولا. ثانيا، هذه العقوبات أصلا هي كانت دائما سيف مسلط على الأنظمة والحكام العرب وغير العرب، يعني كل من يخالف النظام الأمريكي أو يخالف منظومة الهيمنة الأمريكية، وهذه أداة من أدوات الهيمنة الأمريكية اليوم في العالم. العقوبات الاقتصادية دائما يعني الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها كسلاح للهيمنة وفرض السيطرة على الشعوب المنطقة وشعوب العالم، ولكن في منظومة أو سياق العقوبات على اليمنيين أو المقاومة الإسلامية في لبنان، فهذا أمر يعني غير مجدي، وحصل وأن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمعاقبة الكثير من قادة حزب الله بالعقوبات الاقتصادية، ولكن لم تثني ولم تفلح هذه العقوبات على منظومات دائما المنظمات الثورية لا يكون لها أي حسابات في البنوك الخارجية ولا حسابات في البنوك الداخلية، وتكون قد تحسبت كثيرا لهذه المسائل وهذا الأمر. لذلك لا، هذه المسألة هذه العقوبات لن تجدي نفعا مع المقاومة الإسلامية في لبنان أو حتى مع مجموعات الحوثيين في اليمن. هذه العقوبات أصلا في الكتاب الاستراتيجية الأمريكية، وأنا قد درست في هذا الكتاب، يعني لا يمكن أو معاقبة أي دولة في كتابهم أصلا لا يمكن معاقبة أي دولة أو أي منظومة لأكثر من 3 سنوات، لأن هذه المنظمة أو هذه المنظومة ستقوم يعني أخذ الاحتياطات اللازمة وتقوم بتلافي هذه العقوبات والقيام والتمول بطريقة مختلفة عما يدور في الفلك الأمريكي أصلا. هذا من ناحية لناحية الأنظمة، فكيف يكون ذلك مجديا مع الحركات الثورية في العالم؟ نعم. سيادة العميد، يعني في يوليو قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الإرهاب في مكافحة الإرهاب في بدعوة مكافحة الإرهاب ضد جماعة الحوثي، واليوم تتغير هذه السياسة. لماذا برأيك تتغير السياسة الأمريكية مع تغيرات المواقف؟ يعني يعتقد الأمريكي أن هذه المنظومة من العقوبات، وخصوصا أنه يستخدمها كأداة من أدوات الهيمنة الأمريكية عبر العالم، يعني هو عقب الاتحاد الروسي، روسيا الاتحادية اليوم تخضع للعقوبات الاقتصادية، إيران عبر الزمن منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران هي اليوم تخضع للعقوبات الأمريكية. يعتقد أنها سلاح مجدي لترويض الشعوب وترويض من يقول له بيوم من الأيام لا، يعني الأمريكي يعتقد ذلك. عندما حاول الأمريكي تلافي أو الالتفاف حول الاتفاق الإيراني السعودي وما يتبعه على الطريقة اليمنية، وكان يحاول أيضا يعني ردع اليمن عن الإسناد لغزة، إسناد غزة كجبهة عملاقة أثرت الكثير على الاقتصاد الكيان الإسرائيلي. نعم، كان يحاول الغزل بهذا الاتجاه باتجاه اليمنيين، لذلك قام برفع العقوبات. اليوم هو يعني في أشد الأزمة للكيان الإسرائيلي، لذلك يحاول أن يقوم بكافة الإجراءات
التي يمكن أن تخفف من وطأة الرد الإيراني والحوثي واللبناني باتجاه الكيان الإسرائيلي. وهذا الرد المرتقب يعني أعتقد أنه بعد المشاهد التي نشرتها المقاومة الإسلامية اليوم في لبنان, خصوصا بمشاهد لعماد أربعة, يعني قد ثبتت موازين القوى وقد أكدت المقاومة الإسلامية أنها سترد. لذلك الأمريكي اليوم يحاول إعادة فرض هيمنة بطريقة مختلفة عن ما كان يعمل به سابقا بالسياق الدبلوماسي عبر زيارات هوكستاين المتكررة إلى لبنان وفرض بعض التفاصيل على الحكومة اللبنانية من خلال رسائل تهويل وتهديد للبنان. نعم سيادة العميد, يعني في ظل وجود بارقة أمل تجاه المفاوضات والمحاولة توصل بعض الأطراف, الجانب المصري والقطري والأمريكي كوسطاء إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة, تأتي هذه العقوبات, إلى أي مدى تؤثر هذه السياسات الأمريكية في تهدئة الأوضاع في أزمة غزة؟ يحاول الأمريكي من خلال هذه التصرفات اليوم فصل مسارات الجبهات الإسناد وجبهة محور المقاومة عن جبهة غزة للتفرد في المفاوضات, للتفرد في الغزاويين, للتفرد في حركة حماس, للتفرد في الشعب الفلسطيني الموجود في غزة المنهك والذي مارس فيه الجانب الإسرائيلي أشد القسوة وأشد الإجراءات المنافية الإنسانية وغير ذلك من جرائم الإبادة والتهجير والتهجير القسري. يعني يحاول فصل هذه المسارات عبر يعني تثبيت أو خلق مشاكل أخرى جانبية لحزب الله والحوثيين من خلال العقوبات الاقتصادية كي لا يتدخل أو كي لا يفرض مسار الرد على الكيان الإسرائيلي مسار آخر من خلال المفاوضات. أما بارقة العمل فحتى اليوم نرى أن التصريحات الإسرائيلية وخصوصا تصريحات الإسرائيلية من داخل الحكومة اليمينية المتطرفة هم لا يريدون التفاوض ولا يريدون الدخول في مفاوضات. لذلك هذه بارقة العمل يوما كل ساعة بعد ساعة تتقلص هذه البارقة وتختفي بريقها. من الممكن أن يكون الحل لدى الأمريكي هو بإزاحة نتنياهو لإعادة تكوين سلطة في الكيان الإسرائيلي للدخول في مفاوضات جدية ولمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ومصلحة إسرائيل, لأن الأمريكي اليوم أعتقد أنه يشخص المصلحة الإسرائيلية بعد ثبات جبهة محور المقاومة تجاه إسرائيل, ثبت هذه المنظومة بشكل عام, الصمود الأسطوري الذي قام به الغزاويون, الصمود الأسطوري للمقاومة الإسلامية في حماس في فلسطين في غزة. أعتقد أن الأمريكي قد شخص المصلحة الإسرائيلية بطريقة مختلفة وقد شخصها بطريقة أدق من الإسرائيلي, ويقوم اليوم بمحاولة فصل هذه الأطراف عن بعضها للتفرد والوصول إلى تسوية ما تشكل صورة مصر للكيان الإسرائيلي وبعض فتات الخبز للفلسطينيين. وأعتقد أن هذه المسألة لم تحصل اليوم ستكون في مسار ضيق ومحدود. وأعتقد أن المصري بعض ما سرب من خلال الإعلام أنه يعني قد ظهرت له هذه الحقيقة, والقطري أيضا. سيادة العميد, يعني برأيك إلى أي مدى سيكون الرد أو تأثير هذه العقوبات على رد الأطراف الموقعة عليها العقوبات, وإن كانت هي عقوبات موقعة على 12 فردا تقريبا, يعني تقول الولايات المتحدة أنهم يمثلون جهات معينة بعينها كوسطاء في توجيه الدعم المالي واللوجستي للحوثيين وحزب الله؟
أخي الكريم، بالنسبة للدعم الإيراني للدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة الإسلامية اللبنانية، أصلا لا يوجد أي وسطاء ولا يوجد أي تجارة ولا يوجد، تأتي هذه الأموال بطريقة ما لا أحد يعرف، حتى الأمريكي لو كان يعرف كيف تصل هذه الأموال كان قد تصرف بناء عليه وقد ضرب هذه الطريقة بطريقة أو بأخرى، لأنه هو من يمتلك طريقة تحويل الأموال وهو من يمتلك كافة منظومات المالية الدولية وهو يسيطر عليها اليوم. لو كان يدرك ذلك كان قد فعلها منذ زمن سابقا، قد فعل ذلك وقد يعني قام بمعاقبة الكثير من الرأسماليين اللبنانيين المقربين من حزب الله على أساس أنهم هم من يقومون بتحويل هذه الأموال، وقد فشلت هذه المنظومة وقد فشلت العقوبات. لا أعتقد أن هناك رد حقيقي سيكون الرد من قبل حزب الله اليوم على العقوبات هي تسخيف هذه العقوبات والتصريح بأنها سخيفة، ولا يوجد أصلا حسابات لحزب الله ولا لأي شخص منظم في حزب الله. أعتقد أن من قاموا بوضعهم على العقوبات الأمريكية هم أشخاص إما أصدقاء وإما منظمين، والمنظمين ليس لهم أي حسابات أصلا عبر التاريخ في البنوك لا اللبنانية ولا الغير اللبنانية. هم يضربون بعض أحيانا منظومة البيئة الحاضنة للمقاومة الإسلامية في لبنان عبر معقوبات لبعض الأشخاص المتمولين في الساحة الجنوبية. نعم سيد العميد نضال زهوي خبير الاستراتيجي، بشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة على هذا التحليل، كنت معنا مباشرة من بيروت.